بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور يوم الخميس الموافق 6 يونيو العام 2024، يوم الخميس نهاية العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية القطاع العام وأيضا امتحانات المراحل المتنقلة بالجامعات. لذلك استعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور محافظات القاهرة الكبرى بنشر خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا بالإضافة إلى التنسيق التام المستمر بين غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور وغرف عمليات إدارات المرور محافظات القاهرة الكبرى لمتابعة خطوط السير السريعة صحراوية وزراعية وبمناسبة توجه السادة المواطنين عقب انتهاء العمل الرسمي اليوم إلى المحافظات الأخرى موطنهم الأصلي والمدن الساحلية لقضاء أجازة نهاية الأسبوع، حيث تم تعزيز الطرق السريع بمجموعات الدرجات البخارية وسيارات الغسل الفوري وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات للتأكد من التزام قيد السيارات بتعليمات وقواعد وأداب المرور. التعليمات الأمنية لكافة قائدي السيارات: التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك نظرا لارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، أيضا الالتزام بالسرعة المحددة مع خفض السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة والالتزام بالحظر المضوية وعدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري. كل هذه الأمور يجب أن يلتزم بها قائد السيارة وللحفاظ على الأمن وسلامته أثناء السير مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة. الحمد لله منذ الصباح الباكر هدوء تام على كافة المحاور والميادين والطرق الرئيسية. الكثافات خفيفة في بعض المناطق ساخنة وليس كثافات متوسطة، أبرزها شارع رمسيس المتجه لهمدان رمسيس، أيضا شارع الخليفة المأمون المتجه لنفا العباسية، أيضا أعلى الطريق الدائري القادم من المغربية اتجاه الرماية، أيضا شارع مصر السودان المتجه إلى ميدان القبة، أيضا كذلك بالنسبة لأعلى كوبري 6 أكتوبر وتحديدا أعلى الوصل المعلقة اتجاه غمرة فقط لا غير، أيضا أعلى كوبري الجيزة المعدني المتجه إلى شارع مضاد، أيضا القادم من ميدان الرماية اتجاه شارع الهرم اتجاه نفا الهرم. يمكن هي دي أبرز الكثافات الموجودة حاليا، وهي كثافات خفيفة لا تصل إلى الكثافات المتوسطة، والمتابعة الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل. يمكن أهم وأبرز ما لدينا اليوم وهو مباراة هامة جدا في كرة القدم في تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بين منتخب مصر ومنتخب بوركينا فاسو الساعة 10 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي. لذلك استعدت وزارة الداخلية من خلال الجهات الأمنية المعنية بتأمين المباراة بوضع خطة أمنية مرورية شاملة بهدف تأمين المباراة، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة الجماهير أثناء تواجدهم وذهابهم وإيابهم إلى استاد القاهرة الدولي، مع تأمين الحافلات الرياضية للاعبين من مقر الإقامة وحتى استاد القاهرة الدولي ذهابا وايابا، وكذلك طاقم التحكيم، ايضا ارشاد قائدي السيارات الى ساحات الانتظار البديله لمنع اي كثافات او تراكمات مضيه، ايضا ارشاد الجماهير الى البوابات كل حسب تذكرته، ايضا رجال البحث الجنائي هيقوموا بالتاكد من حمل الجماهير لتذكرتي والفان اي دي قبل الوصول الى بوابات الدخول. خطة أمنية مضية شاملة الهدف منها تأمين المباراة ذهابا وإيابا بالنسبة للجماهير وأيضا بالنسبة للاعبين وكافة المسؤولين الذين سوف يحضرون المباراة. دخول الجماهير هيكون اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا، لذلك خدمات مضية مكثفة موجودة اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا لتأمين المباراة وحتى النهاية بهدف تسهيل وتسهيل الحركة المرورية ومنع أي مواقف عشوائية، وإرشاد قيادي السيارات إلى ساحات الانتظار البديلة مع إعطاء الأولوية إلى الحافلات الرياضية للاعبين أثناء تواجدهم إلى الإستاد، وأيضا سحب أي كثافات أو تراكمات مرورية سواء بالنسبة لشارع صالح سالم، شارع امتداد رمسيس، طريق النص، شارع يوسف عباس. كل هذا وذاك هيكون في خدمات مرورية مكثفة لسحب تلك الكثافات، ومعلوم بالنسبة للإغلاقات الجزئية والكلية الموجودة في شارع يوسف عباس، لذلك هيتم التركيز على هذا الشارع من حيث سحب أي كثافات أو تراكمات مرورية ومنع انتظار الخط فيه نهائيا أو صف أول حتى لا يسبب أي تراكمات مرورية. طبعا الميدانية مستمرة على مدار اليوم الكامل
بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.